السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، تم خلال السنوات الأخيرة رفع التجميد على 3 مشاريع ذات أولية، ويتعلق الأمر بمشاريع إنجاز مراكز استشفائية بالجزائر العاصمة وبشار وورقلة. فيما يخص مشروع المقرر إنجازه بالعاصمة بطاقة استيعاب تقدر بأكثر من 700 سرير، ستكون إدارة هذا المركز الاستشفائي الجامعي مختلطة سيفيل وميليتير، مدنية وعسكرية. قدمت المشروع لسيادة رئيس الجمهورية وطلب مني يتحول، كان في اسطوالي يكون في سيدي عبد الله تكون مساحة أكثر، ولما تكلمت على المشروع قلت CHU مستشفى جامعي استشفائي جامعي، قال لي لا يكون قطب، هذا كلمة سيد رئيس الجمهورية، قطب جامعي، قطب طبي يكون فيه البحث، يكون فيه كل اختصاصات، وانطلقنا في هذا الشيء. وبخصوص المشروعين مبرمجين بجنوب الوطن بكل من ورقلة وبشار بطاقة استيعاب تقدر لكلها 500 سرير، واللذان سيكونان بمثابة قطبين صحيين هامين بجنوب الوطن، فلقد تم رفع التجميد عنهما.